شكرا لك سارة، أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نستقبل في هذه الفقرة ضيف مع الخبر للحديث عن الإعلان عن بنود الخطة الأمريكية المعروفة بصفقة القرن، إذ تعلن عن مرحلة صعبة ربما تكون الأصعب في تاريخ القضية الفلسطينية. الصفقة التي وصفها رئيس السلطة الفلسطينية بصفعة القرن، بينما تعتبرها الإدارة الأمريكية الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام. الردود العربية والدولية بشأن الخطة تتوالى، لكن الثابت أنها عرضت من قبل ترامب كخطة من أجل القبول بها وليس من أجل التفاوض، مما يطرح السؤال كيف للطرف الخارجي أن يفرض اتفاقية جائرة تقرر مصير الفلسطينيين وتصفي قضايا الصراع الجوهرية لصالح الاحتلال، قضايا اللاجئين، القدس والحدود والاستيطان. ما هي أوراق الضغط الأمريكية الإسرائيلية؟ وما هي أوراق الرفض الفلسطينية؟ وكيف ستكون خريطة الطريق الفلسطينية الداخلية لإفشال الخطة؟ نناقش هذه الأسئلة مع ضيفنا الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور سعيد زيداني الذي ينضم إلينا من رام الله. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا لكم، أهلا بكم. القرار الأبرز لعله الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو التلويح بتغيير الدور الوظيفي للسلطة. أي دور يقصد وما هو التغيير المنتظر؟ يعني هذا ليس واضحا حتى الآن، هنالك مطالبات سابقة بالفصل بين المنظمة والسلطة، لأنه بعد قيام السلطة تم تهميش المنظمة ودورها النضالي في يعني ضد الاحتلال. ف يعني ما يفكر به الرئيس عباس ربما هو تحويل السلطة إلى دولة تحت الاحتلال، وأنا أعتقد أنه هذا لا يفي بأي غرض، لأنه المطلوب هو الفصل الوظيفي الإداري القانوني بين السلطة والمنظمة، بحيث أنه السلطة يعني يقتصر دورها على تقديم الخدمات للناس، بينما المنظمة هي العنوان وهي البيت يعني للكل الفلسطيني، وهي اللي مفروض انه تقود النضال ضد الاحتلال ومن اجل التحرر والاستقلال. ولكن يعني خلال يعني فتره اوسلو وما بعد تم الخلط بين دور المنظمه والسلطه، وهذا لم يساعد في ترقيه اي مطالب او اي حقوق فلسطينيه. طب ماذا عن اللقاء المرتقب يوم السبت بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في غزة؟ برأيك هل سيكون هذا اللقاء يعني مدخل لاستراتيجية موحدة بمواجهة خطة ترامب؟ يعني كما نعرف أنه رفض هذه الصفقة القادمة من واشنطن واللي تقايض الحقوق بالأموال، يعني هذا الرفض هو رفض من الحائط للحائط فلسطينيا. جميع الفصائل وجميع الحركات السياسية وجميع القطاعات الشعبية تعارض ذلك، ولكن يعني معارضة الصفقة لا تقف عند الرفض اللفظي، وإنما هنالك مطالبة بتجاوز واقع الانقسام. يعني الرئيس عباس يعرف ذلك وإسماعيل هنية يعرف ذلك، هنالك ضغط شعبي بشأن تجاوز واقع الانقسام، والرئيس عباس وهنية يعني يحاولان التعاطي مع هذا الضغط الشعبي في هذا النوع من الواقع الفلسطيني المتردي. فالوحدة الوطنية هي مطلب أكثر من أي وقت مضى، مطلب ملح ليس فقط لمواجهة صفقة القرن، وإنما أيضا لمواجهة كل التحديات في المجال الاقتصادي والمجال السياسي والمجال الوطني. استراتيجية الرئيس محمود عباس قائمة على التفاوض، أما استراتيجية إسماعيل هنية وحماس فهي قائمة على المقاومة. برأيك هل سيطلق الرئيس الفلسطيني يد المقاومة العسكرية؟ يعني هذا ما قاله، يعني ليس الحديث من الطرف الرئيس عباس عن إطلاق يعني مقاومة مسلحة، هذا غير وارد في ظروف الضفة الغربية، وطالما أنه
يعني منظمة التحرير موجودة في رام الله وقياداتها والسلطة، ولكن الحديث هو يعني إطلاق اليد لمقاومة شعبية على نطاق واسع، يعني إنه مشاركة جماهيرية واسعة ونضال جماهيري شعبي اللي هو سلمي أساسا وبدون اللجوء إلى السلاح. ولكن يعني هذا ما تطالب به حماس أيضا في قطاع غزة، مع أنه تعتقد أنه البعد المسلح هو بعد مكمل ومؤذي أكثر للاحتلال، ولكن هنالك اتفاق على يعني إعطاء زخم للمقاومة الشعبية سواء في الضفة أو غزة. كان هناك يعني حديث صحفي عن رسالة أرسلها الرئيس الفلسطيني إلى نتنياهو، خاصة بعد تلقيه تهديدات لقاء عدم استقباله اتصال هاتفي من ترامب، ومفاد الرسالة أنه يعتبر نفسه يعني متحرر من اتفاقية أوسلو. على كل حال، قال مسؤولون فلسطينيون أن القيادة الفلسطينية أقرت خطة شاملة تتضمن تحرك سياسي ودبلوماسي على جميع المستويات، ويعني وأن الرئيس أيضا يرفض أن تكون أي مفاوضات مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية الولايات المتحدة فقط، وقال أنه سيطالب مجلس الأمن بمفاوضات ترعاها الرباعية الدولية أو أي جهة دولية متعددة أخرى. هل تأمل خير من المساعي الدولية والدبلوماسية؟ يعني هذه المساعي ليست جديدة، فيعني خلال نحن نعرف أنه المفاوضات مجمدة منذ سنوات، ويعني أنه أوسلو يعني هذه المفاوضات المبنية على اتفاق أوسلو يعني فشلت ولم توصل إلى يعني أي نوع من التفاهمات. ولكن يعني الطرف الفلسطيني، طرف الرئيس عباس والمنظمة في رام الله، يعولان على الدعم العربي والدعم الدولي، فهنالك استثمار بالعمل الدبلوماسي على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى أوروبا وعلى مستوى الإقليم. على مستوى العربي، نحن نعرف أن هذا يعني ليس جديد، كيف تفسر ليس جديدا يعني هذا التحرك الدبلوماسي، ولكن نحن نعرف أنه هو محدود الأثر، لأنه يجب أنه يرافقه أشياء أخرى اللي تتعلق بإعادة منظمة التحرير الفلسطينية بالشكل اللي تكون يعني مبنية على أساس أنه هي جبهة وطنية اللي مبنية بمشاركة كل القوى وعلى أساس ديمقراطي بشكل أو بآخر، وأنه هي تتصدر النضال من أجل الحرية والاستقلال. العمل الدبلوماسي هو مكمل وليس بديلا للنضال الشعبي بقيادة منظمة متجددة وأيضا منفصلة عن السلطة. هذا هو الطريق اللي يطالب به المثقفون والسياسيون والكثيرون من الفلسطينيين. ذكرت التعويل على المواقف العربية، كيف تفسر أو هل ترى أن ردود الفعل العربية جاءت مخيبة للأمال، بل أن الدول يعني ردود الدول الغربية كانت أكثر تعاطفا وتضامنا مع الشعب الفلسطيني؟ يعني نحن نعرف أنه الوضع الفلسطيني يعاني من الانقسام ومن التردي، والوضع العربي أكثر رداءة من أي وقت مضى، وهذا التشظي في الموقف الفلسطيني وهذا التردي في الموقف العربي يعني واضح وضوح الشمس. يعني الدول العربية لم تتخذ أي مواقف، مواقفها كانت خجولة في أحسن الأحوال، فيعني خاصة الدول الخليجية اللي شاركت أيضا في مراسيم الإعلان عن تلك الصفقة، عمان والإمارات ويعني والبحرين، وموقف السعودية لم يكن يعني بالقوة اللازمة، ولا موقف مصر كان بالقوة اللازمة. يعني الدول الخليجية ومصر بيقول إنه كان لافت تماهي مصر إلى الجوانب الإيجابية من الخطة، ولكن لو سمحت من المفروض إنه الموقف العربي
لو سمحت نعم. بسبب ضيق الوقت، إذا كان الموقف الفلسطيني الداخلي رافض بشكل قطعي وخيار المقاومة، ماذا تتوقع من الدول العربية المعنية بهذه الخطة، مثل مثلا لبنان وسوريا المعنيان بقضية اللجوء، وطبعا الأردن إضافة إلى أنها يعني سوف تخسر الوصاية على الأماكن المقدسة والدينية في القدس؟ ماذا تتوقع من هذه البلاد المعنية بشكل مباشر؟ يعني نحن يعني هذه البلاد مفروض أنه تدعم الموقف الفلسطيني الرافض للخطة بمجملها، ليس فقط لأنه هذه الدول تتأثر بمشكلة اللاجئين، ولكن الحقوق الفلسطينية لا تقتصر على موضوع اللاجئين، مع أنه هذا الموضوع مركزي ويؤثر على دول الجوار، على الأردن أكثر مما يؤثر على الدول الأخرى، ولكن هناك مسألة الدولة الفلسطينية، هناك مسألة القدس، هناك مسألة الأغوار، هناك مسألة السيادة، إضافة إلى مسألة اللاجئين. فعلى الدول العربية أنه تدعم الموقف الفلسطيني، ويعني هذا الدعم العربي يؤدي أيضا إلى زيادة في الدعم الأوروبي والعالمي. صحيح دكتور سعيد، ولكن للأسف الشديد هذا الدعم العربي ليس قادما بالقوة أو بالشكل المطلوب. يحكى اليوم في أمريكا وفي الأوساط العربية إن عدم انتخاب دونالد ترامب في ولاية جديدة سوف يكون مخرجا للحل، بمعنى سوف يؤدي إلى إجهاض هذه الخطة صفقة القرن والتخلص منها بهذه الطريقة. هل يمكن للدول العربية أن تراهن على ذلك؟ يعني سواء الفلسطينيون أو العرب يعني يجب أن يقولوا بشكل قاطع وبشكل واضح أن هذه المبادرة وهذه الصفقة ولدت ميتة، أنه فيش أي طرف عربي أو طرف فلسطيني اللي مستعد أنه يفاوض إسرائيل على أساس صفقة من هذا النوع. فيعني هي يستفيد منها اليمين الإسرائيلي في تسويق سياساته واتخاذ إجراءات على الأرض، وربما يستفيد الرئيس الأمريكي من دعم يهود يعني أمريكا في حملته الانتخابية. ولكن فشل ترامب في الانتخابات القادمة أو فشل نتنياهو في الانتخابات القادمة طبعا يساعد في وقف يعني الترويج لمثل هذه التي، ولكن في إسرائيل طبعا اليمين الإسرائيلي يرحب بهذه المبادرة، وقد تأخذ حكومات إسرائيل إجراءات ضم سواء للكتل الاستيطانية أو لمنطقة غور الأردن. فيعني هذا ما يجب أن يقف في وجهه سواء الدول العربية أو الدول الأوروبية والمجتمع الإسرائيلي بالمبادرة الفلسطينية اللي النضال هو في الصدارة فيها. كل الشكر لك على مشاركتك معنا دكتور سعيد زيدان، يحدثنا مباشرة من رام الله. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام فقراتنا لليوم، شكرا على حسن المتابعة، والآن عودة لمتابعة باقي فقرات صباح النور.